برحب بكم مشاهدينا ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، حلقة جديدة وأسبوع جديد من أسرار الرؤى مع فضيلة الشيخ موسى الفواخري اللي هيفسر الأحلام من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هنكون مع حضراتكم ولمدة ساعة على الهواء مباشرة، هنستقبل فيها أسئلتكم واتصالاتكم، أحلامكم ورؤاكم على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، وكمان نستقبل رسائلكم على 1415. برحب بك فضيلة الشيخ. أهلا بك بالسادة المشاهدين. الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احاديث كتيره جدا روي عنه، احاديث كتيره عن الوضوء. فاذا توضا العبد خرجت الذنوب من بين عينيه ومن بين يديه ومن بين رجليه، فاذا قعد قعد مغفورا له. وفي احاديث شتى، اللي يشوف نفسه بيتوضا في المنام، اما اشوف ان انا بتهيأ للطهاره فالطهاره جزء من الايمان. وانا هنا ما اشوف الوضوء، شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتوضا وبعد ما يتوضا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، او اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، ثلاث مرات ربنا يغفر له ذنوبه. طب انا عاوز ان انا كده ايه؟ وطولة منى على وضوء، طولة منى في حصن حصين. ان انا في امن وامان، ودايما ان انا ما اشوف ان انا متهيأ للطهاره يبقى النظافة من الإيمان. فإذا تحققت الطهارة أصبح هناك إيمان، أصبح هناك تقوى. ودائما نحن ما بتوضى دائما على طول ربنا بيكون الذنوب تتساقط تنزل مني كده، كل ما أنا أتوضى. طب أنا أشوف طب ده حال الحي، كذلك المتوفي لما أشوف أن أنا كده توضيت أو شفت أن أنا بيتهيأ للصلاة، طيب وأن أنا داخل في الصلاة، طب ده فضل كبير جدا. وليس هناك طهارة للميت أفضل من أن ربنا يجعله في جنات ونهر، والله أعلم. الحقيقة احنا جالنا اس ام اس من الأسبوع اللي فات، وواحدة بتتساءل شافت والدها المتوفى بياكل في نار وفي بطنه نار أيضا. الحقيقة هي منزعجة جدا ومستاءة من الرؤية دي. تعودت الناس كتير أن احنا بنبشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، صحيح عليه. لكن لما حد يشوف ان هو بياكل نار او يشوف الميت في بطنه نار، احنا دلوقتي رساله على الهوى ان ده هنا في فلوس ايتام عندك. الله يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هي لو خايفين على والدهم من منبر المصداقيه، منبر الحقيقه، يعملوا ايه؟ ان احنا هنا في فلوس والدكو خدها من يتيم، خدها من ايتام، هل هو كان بيقول اولاد اخوه الايتام؟ هل هو تقدر ان هي اللي يجاوب على ده هم اولاده؟ لان الله قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله وسيصلون سعيرا. والله اعلى واعلم. يعني الا فلوس الايتام يا جماعه، يعني حرام. نعم.